اهلا اهلا دونيوسي. تشتي كافي؟ لو تودا اتا مي حابيس ميشي هو ما تساتي اوتو رافي ما شلومخا يوسي؟ لما أتا يوشيف عمها إيش هزي؟ مي زي؟ رجع طلع؟ ويديدي كلامي إيش زي إيش هربيدي بوريم وأني ميات لخشد لو يشف إتو لما؟ دايش هو مصري في جم مسلمي مع يوسي انا ماليش علاقه لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم مش معرفي انا مش جاي احكيك في السياسه عيالت اجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه انا ما رضيتش استدعيك جيت لك بود عشان القرابه اللي بيني وبين مرتك سوناجي الاقي معاك 5000 شيكل سلف انت عارف انا ما اتاخرش عليك يعني يا رافي بس كده المبلغ اللي عليك جامد هسدده ازاي؟ ما انا هسدد سوناجي انا فوت وهبتدي اكسب هسدد طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه بس اكتب لي شيك حاضر ها؟ وخانة التاريخ خليها فاضيه انا حاملاها اوكي خانة المبلغ اكتبوا 5500 اه ده باركينج دي هتبقى فلوس وافة اوكي بسيولي اوكي حاضر مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده يكون جمال بيه مع العلم هو قايل انه هينام ده الضابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي يوسي كرمي؟ ايه اللي جابه انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته نعم أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك خير رافي دافيتوفيتش عندك؟ أيوه عندي في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية أنا بك تكلمه في التليفون تروح له البيت إنما تطب عليا كده من غير إحم ولا تصور لا أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل اللي أنت عملته ده لفوق وحكبر الموضوع ده ومش حاسكت عليه أرجوك اهدأ يا ناجي بيه أنا مش عايز رافي بس أنا عايزك أنت كمان عايزني فين إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية هي بس اللي تخاطبني مش أنتم كده برضو صحوا الناس مفيش حاجة جمال بيه
دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكوا ويجرسكوا في العالم كله. أنا لوميفين اختلاف بيلي هرقوت لبيت شيلها إيش هزي بشاعة أحد أحري حد صوت التجرمت لانو ميفوخا جدولا أدوني أني بطوع شناجي عطلع متخنين لما شهو حمور هو يفي لأسونوت رابين على ما أنت مستميغ مها عرختها استمتي حوشا استمتي حوشا اللي فيها دي فحيم يش لاقيش يحاسيم توفيم عم كلام ام كراف مئود لخلام مي كراف يوتر مداي ادوني لو لو يوسي زي حشاد ميوتا سنقاتخا لمصريين ولمصريين لو تسريحة ليهوفيل اوتخا بغافودا يوسي نحن عوزين بطحون لو بوليتيكا لو بوليتيكا انشيها التحزور على الماشي عسيتا الشجريروت همين ستريت تحقوق بمهابيخة يولي باش افوع حبا في تل أفيب سي همدينا في هساريم يشتتفو بحقيقة في ام هم تسريم يعلو ات مع سيخة متسافينو يهي قاش ترشي لي أدوني لما نحن حقيقين ات مع بيختم أنو حقيقين بناصر شهايا روتسي لزروق ات إسرائيل في عام شلانو بيام زهو محير השלום שמשלמת ישראל והאם מתייחסים לשגרירנו בקהר באותה נימה? אתה חוזר לפוליטיקה עוד פעם, יוסי. אנו הסכמנו שלא אכפת לנו. יוסי, אני נבקש שתזהיר את נאג'י עטאללה מהתודעה שלך. هبكي شاهد ستحمل